هي ميرا ليش تجيب الصحن لهون وتحطه قدامي؟ مو طبيعي شو عملت فيني. ما رح يصير شي إذا أنا أكلت كسرة خبز بلا عشاء. قاومي رغبتك، شو بدي ساوي؟ طيب بلكي حدا سأل عن الأكل، وإذا حدا سأل، إذا حدا سأل رح قلن كبيت الصحن. بلاشا؟ بلاشا؟ أنت رجعت؟ هلأ الحكي اللي أنا سمعته صحيح؟ إيه. شو هجنان هاد؟ بهيج حتى لو أنت شايفه جنان، أنا شايفة إنه هذا الشيء هو الصح. أنا حاسة إنه اللي عملته هو الصح. ليكي بلاشا، كل يلي صار وقت ما كنت أنا هون ما بدي أسمعه مرة تانية، ماشي؟ اتفقنا؟ وهلأ بعد ما أنا رجعت ما رح أتحمل إنك تضلي جوعاني لهالدرجة نهائياً. يلا كلي شوي، يلا. أنا انزليت قدام الكل وأنت مبسوط بهالشي مو هيك؟ لكن أتحمل هذا الشي كمان. لا تعملي هيك، وكلي بس شوي لو سمحتي. أنا قلت لك هلأ إنه ما بدي آكل، لا تضل تعيد نفس الحكي كمان. حبيبتي اسمعيني بس شوي. هلأ خلصت حكي؟ روح من هون. ليكي إذا أنت بتاكلي بس شوي صغيرة أنا عن جد برتاح. قلت لك روح من هون بقى، أنا ما بدي أسمع هذا الحكي بالمرة لأن صرت سمعانته كتير. بس أنت ما أكلتي شي؟ ماشي على راحتك. رح تركا. لازم خلص هالصحن بسرعة كبيرة. طيب إذا إجا حدا أنا لازم سكر الباب، ما لازم حدا يقاطعني بنوم. بلاشا بدي أحكي معك بشغلة مهمة، مشان هيك أجيت لعندك بسرعة. تعي. أنا ما بعرف قديش باقي العيلة أكلي همك وزعلاني عليك كتير، بس أنا عم فكر فيكي طول الوقت بعد كل شي صار معك. يعني شو ما كان صاير بتضل سلفتي الكبيرة، أنا هذا يلي بعرفه. تعرفي يا بلاشا، اليوم وقت اللي شفتك قاعدة هون وكنتي عم تدعي، أنا فجأة خطر ببالي شوي اللي لازم نعمله نحن هلأ. لازم نركز منيح ونفكر. سلفتي اسمعيني كتير منيح وركزي معي على شو بدي قلك. من زمان نحن حاولنا كتير نلعب لعبة لنجيب حماية من طرفنا لهذا البيت، مو هيك؟ وميرا لعبت نفس اللعبة كمان وهي اللي نجحت بالأخير. والحماية اللي جابتها ميرا هي غالية ديشمانية اللي بتكون حماتنا بالوقت الحالي، وبالمقابل هي عطت كل حقوقك لسلفتك ميرا منشان تردلها الجميل اللي قدمت لها. ما رح أصر فيها لهي الحماية بنوم، رح أعلمها درس ما تنساه بالمرة. هذا بالضبط اللي بدي أقوله، وأنا ما رح أقصر بالست غالية ورح أعلمها درس ما تنسى، ورح حارب حتى رجع لك حقوقك كلياتها. لهيك لازم تعملي كل شي بالضبط مثل ما أنا رح أقلك يا هلأ. سلفتي إذا بدك حقوقك ترجع لك بالكامل لازم تكملي هالإضراب اللي بلشتي فيه. هذا الإضراب كتير مهم بالنسبة إلنا اتنيناتنا. هلا ليش هيك عم تطلعي؟ اضرابك عن الاكل كتير مهم عن جد. شبكي انا عم بحكي معك وانتي مين اللي حطت هذا الصحن هون؟ هي ميرا اكيد زودتها كتير عن جد. ميرا ما بتفهم ابدا.
اي شو كنت عم بقول انا؟ سلفتي انتي خليكي بغرفتك وكمليلي هالحرب تبعك، وانا رح اشوف كيف بدي ادبرها لميرا وبطريقتي كمان. بعدين كلن الكل رح يعرف قديش هي مهملة بشغلة، ساعتها حماتي بنفسها هي رح تسلمك مفاتيح البيت إلك صدقيني. وساعتها نحنا بلاشا هاي ميرا بكرة رح تبقى لحالها، من بكرة نحنا التنتين رح نبلش نزعجها كتير، لازم نعمل أي شي مهم يخلي كل البيت هون ينزعجوا منا. بلاشا رح تدعميني صح؟ وعديني مو هيك؟ يلا وعديني يلا بسرعة يلا يلا. هذا وعد؟ دقيقة رايحة أشرب مي وجاي. اتصلي فيني أول ما توصلي على البيت، وإذا بدك مني شي بروح فورا لهنيك ماشي؟ ما بتصور في داعي تروح لهنيك، بس ستي محتاجة شوية دعم معنوي بمرضها، مشان هيك أنا رايحة لعندها بشوفها وبرجع. ماشي يلا يلا. أمي أمي أنت رايحة بس قولي لي شو لازم أعمل مشان بلاشا؟ هي لهلا ما أكلت شي أبدا، أنا طلعت لها صحن أكل مبارح بس طلبت من سلفتي كاش تاكله، شو بدي أعمل مشانها؟ أنا كتير قلقانة عليها. إذا بلاشا بتضل معندي لهالدرجة رح تمرض وهذا أكيد. هلأ بهيج رجع وحاول إنه يفهمها بس هي مو راضية يعني تسمع. ما لازم الواحد يكون عنيد لهالدرجة هي. كلامك مزبوط فياض، معك حق. بقلك شغلة، مثل الموسيان بينظف الجسم كمان هو بينظف القلب، وأنا بتصور إنه بلاشا بحاجة ماسة لهالصيام لحتى تنظف قلبها. أمي بس يا غالية هالشي لازم يوقف عند حده. هو هيك، هذا اللي رح يصير. أنا متأكدة إنه صيامها ما رح يطول أكتر من هيك، لا تقلق وتخاف عليها أبداً. وإنتي إذا بدك هالشي يخلص بسرعة ويرجع مثل ما كان اتصرفي مثل ما قلت لك وكل شي رح يكون منيح. أمي وقت ما بتكوني أنا إنتي أصغر وحدة بهالبيت مشان هيك خايفة مو؟ اسمعيني ميرا، الشخص اللي بإيده كل الحقوق ويلي مهتم بالمسؤوليات بشكل كامل هذا الشخص لازم يتصرف مثل الكبير. وهلأ بغيابي لازم تتصرفي على أنك كبيرة. أنت ما تاكلي هم، أنا موجود هون. أمي خليني ودعيك. يلا نمشي. ديري بالك. ماشي.